اسرع عليكم ورحمه الله وبركاته. لسه شايف الحلقه بتاعت الكبير بتاعت اسرع عليكم ورحمه الله اهلي واحبابي وناسي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقه النهارده كان المفروض ان هي حلقه تجميعه اغرب المنتجات اللي نزلت في رمضان السنه دي، رمضان 2022. كل سنه تقريبا معظم الشركات بتستنى رمضان عشان تنزل منتجات غريبه، منتجات جديده، يعني حاجات كده افتكاسات. بس السنه دي اللي انا ملاحظه ان مفيش حد كتير عمل القصه دي. يعني انا من اول رمضان متابع ايه الجديد اللي بينزل، ما لقيتش غير منتج او منتجين نزلوا. في فيديو صورته قبل ده بس الصوت باظ، ما كانش فيه صوت في الفيديو. فالنهارده هنجرب منتج، يعني انا شايف ان هو من اغرب المنتجات او من اصيع المنتجات اللي نزلت في رمضان السنه دي. انا قلت بلاش نستنى اكتر من كده، احنا خلاص يعني 15 رمضان هنستنى اكتر من كده ايه، احنا خلاص داخلين على العيد بقى والكحك والبسكوت. فنسلا بارادايس ايس كريم منزله ايس كريم السنه دي كده رمضان اديشن، هو ايس كريم بسبوسه بالفانيليا والقشطه. انا جبت النسلا بارادايس ده من ابلكيشن اسمه بريكفاست، كنا اتكلمنا عن بريكفاست ده اكتر من مره قبل كده، السعر العادي اللي بيتباع عليه. فخلينا نفتح واقول لك السعر دلوقتي. بصراحه بلاقي عليه حاجات الغريبه دايما، يعني اول باول اول ما بتنزل. يعني لو تفتكروا تكتك كشري كان هو اول واحد نزله، برضو في دلوقتي تكتك منزل شوربه برضو لقيته على الابلكيشن. فلو عايزين تطلبوا النسله دي اسهل حاجه هتلاقوها على ابلكيشن بريكفاست. لو حملت الابلكيشن من اللينك اللي موجود تحت في الكومنتات ودخلت البرومو كود اللي هسيبه لك بره تحت اللي هو 6SXR2 هتاخد خصم 25% على اول اوردر تطلبه. وممكن تنزلوا الابلكيشن وتجربوه هتلاقوا عليه حاجات حلوه خصوصا بعد الخصومات اللي بيعملوها. فده شكل العلبه، نسله بارادايس ايس كريم بسبوسه اند قشطه، مرسوم هنا قطعه بسبوسه عليها قطعه ايس كريم ومكتوب هنا رمضان اديشن، فهي غالبا مش هتكمل بعد رمضان. وطبعا اول ما تشوف موضوع البسبوسه والايس كريم ده هتفتكر القنبله والحاجات الدسمه دي. ده شكل العلبه، دي 800 مللي وسعرها 100 جنيه. يعني هي حاجات بارادايس اصلا، يعني العلب الكبيره دي تعتبر يعني بتلعب في رينج 60-70 جنيه، فهو مزودها سيكه وحاطط لك فيها بسبوسه. فبالنسبه لبارادايس هو سعر يعني انا شايفه معقول. في ايس كريم من فوق، ايس كريم فانيليا، وهتلاقي الودنين دول. حد يسالني دلوقتي ايه فايده الاثنين دول؟ مكتوب هنا اهو 1 2 3، ازاي تاكل البتاعه دي فور دامز. يعني هتشيل الاثنين دول وهتحطهم في الطبق وهتقطعهم قطع عشان تقدمهم يعني بعد الفطار او كده. اوكي، ده شكلها من هنا، عريضه فيها طبقه بسبوسه، يعني فيها طبقه بسبوسه من تحت، يعني طبقه مش كبيره قوي مش صغيره قوي، ممكن نقول مثلا التلت او اقل من تلت السمك ده، يعني الباقي كله عليها ايس كريم ومفروض ان هي قشطه. بس البسبوسه يعني حجمها مقبول بصراحه بالنسبه للقصه، يعني هي فورمه بسبوسه، هي بس محموشه من هنا. بس لو بصيت لها من الناحيه دي، لو بصيت لها من الناحيه دي هتلاقيها عاديه، يعني ما فيهاش اي حاجه. قطعه بسبوسه ايس كريم فانيليا في الجو الحر ده، فبسم الله جامده جدا. الايس كريم بتاع بارادايس اجمل حاجه فيه ان سكره ما بيبقاش عالي. هنا انا بحسس ان هم كمان مقللين السكر عشان السكر بتاع البسبوسه نفسه هو اللي يطغي على الطعم. البسبوسه نفسها طعمها حلو، سكرها معقول، كبسبوسه لوحدها طعمها حلو جدا. بس اللي مساعد كمان في طعمها ان البتاع ما اتجمدتش قوي، انت هتحس ان هي ربع سايحه تلت سايحه. الايس كريم ده بالذات في الجو الحر اللي احنا فيه ده النهارده حاجه ممتازه جدا خصوصا بعد الفطار. بارادايس بسبوسه جود جوب. عجباني الفكره بصراحه ان هي حاجه ايه ليها علاقه برمضان، يعني انت متاتش مع الناس في رمضان. مش اجدد حاجه، يعني زي ما قلت لكم هي معموله قبل كده في قنبله، بس القنبله بقى فيها بسبوسه وكنافه وبصوا كل حاجه هتلاقيها. هنا هم مختصرين الموضوع شويه، بسبوسه طعمها حلو، ايس كريم حلو، القشطه ما بتحسش بطعمها قوي. انا اقول لك برده نقطه السعر، يعني 100 جنيه على طبقه البسبوسه دي، يعني هما الاثنين على بعض 800 مللي بسبوسه على ايس كريم. فعاوز اقول لك انت ممكن تروح تجيب لك فورمه بسبوسه، يعني فورمه بسبوسه كيلو تعمل لها رينج دلوقتي 60 جنيه وممكن في اماكن كمان تلاقيها ارخص، وتجيب لك واحده دولسيكا مثلا ب 20 25 جنيه كيلو، فهتحطهم على بعض هيدوك تقريبا بتاع 2 كيلو ايس كريم مش 800 مللي، وهيكلفوك يعني بتاع 80 جنيه 70 جنيه حاجه زي كده. فالفرق مش كبير قوي، بس هناك انت هتاخد كميه اكبر. الموضوع حلو يعني يستحق التجربه بصراحه. فلو حد فيكم كان جرب النسلا بارادايس ايس كريم البسبوسه بتاعت رمضان السنه دي يا ريت تكتب لنا رايك تحت في الكومنتات، وانصحكم تجربوها لان هي فعلا فكره يعني حلوه للتجربه خصوصا في الجو الحر ده. تقييمي الشخصي للنسلا البارادايس بسبوسه دي هديها 8 من 10، يعني يمكن نقطه السعر بس مقليه الرقمين دول. انا قلت بس قبل ما رمضان يخلص كده نلحق نجربها بما اننا داخلين خلاص على 10 الاواخر. كل سنه وانتم طيبين. عاوزكم تساعدوني تحت في الكومنتات هنجيب كحك منين وبسكوت السنه دي، وان شاء الله هحاول اجيب المحلات اللي انتوا تطلبوها. شكرا جدا ليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.